أنواع النفاق في القلب، أنواع النفاق في القلب على ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. كل نفاق في الظاهر يؤثر في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت النفاق في الظاهر أربعة أقسام، أربعة. من كنا فيه كان منافقا خالصا، يا رب استر علينا يا رب. ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من حتى يدعها، إذا حدث كذب. إذا وجدت الرجل كلما يتكلم يكذب اعلم أنه فيه نفاق، منافق. فقال وإذا وعد أخلف، وتوعد أخلف هذا الناس كلها بتطبقها غلط عشان يجلدوا المسلمين. بس يقول لك إيه ساعة إنجليزي بوعد إنجليزي، الحقيقة كل من وعد وهو يضمر الوفاء وأخلف ليس فيه نفاق. كل من وعد ويضمر الوفاء وأخلف ليس فيه من النفاق من شيء. هنا إذا وعد أخلف، شوف إذا وعد أخلف على وعد أخلف على إيش؟ الاستمرار. وهذه معناها أنه أضمر الخلف حين الوعد، دي طبيعته آلته، أضمر الخلف حين الوعد. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة، نعوذ بالله من الخيانة. أخوان الخيانة أن تخون اليد التي أحسنت إليك، هذه أخوان الخيانة، أن تخون اليد التي أحسنت إليك، هذه أخوان الخيانة. ولذلك يبغضها الله بغضا تاما في هذا البلد. والحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، والحر الكريم أسير الإحسان. ومن أعظم الخيانة الخيانة لله ولرسول، هو خيانة دين الله الذي فعلها. وخيانة دين الله لها 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 صور. من أعظم هذه الصور، نعوذ بالله، نعوذ بالله. موالاة الكافرين على المؤمنين علوا، موالاة الكافرين على على على, على المؤمنين علوا. يعني إيه علوا؟ أنا ده قيد. يعني إيه؟ يعني علو الكفر على الإسلام. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله. ومن خيانة الله ورسوله، من خيانة دين الله جل وعلا، السكوت على البدعة، هذه من أعظم الخيانة لله ورسوله. فما بالك بقى اللي بيأسس بدعة وبينشرها، كيف بقى دي خيانة؟ كيف دي خيانة؟ لأنه ده طبعا لأنه هدم الدين أول شرارة له هو إيه؟ البدعة. يعني أول ما لما الرجل يقول لك إن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشعار والماتريدية، ده اسمه إيه؟ اسمه هدم العقيدة السلف، هدم العقيدة النبي. يبقى هدم الدين وهدمش الدين. ولذلك يقولون طب أنت ليه بتعمل كده يا عم؟ تفوت يا ابني، دي خيانة لله ورسوله. طب ليه تكلم الحوثيين يا ابني؟ هؤلاء أخوان الناس لله ده اللي فعلها لرسوله. فالخيانة نشر البدعة، فما بالك من أسس البدعة؟ لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت بدعة في قوم فلم ينكرونها إلا عاقبهم الله بسلب سنة. لما يسلب السنة منهم تنتشر البدعة، تأتي الطمة، تأتي العقوبة، تأتي العقوبة. من صور الخزلان، من صور الخيانة لله ورسوله، خزلان الإسلام مع خزلان المسلمين. أما يكون في موطن يحتاج المسلمون إلى نصرتك فلا تنصرهم. أعوذ بالله، هذه خيانة لله وللرسول. عدم نصرة أهل الإيمان خيانة لله وللرسول. والمسألة فيها تفصيل، لست أنا بكلم إجمال. وإلا قد قال الله تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. لكن شوف بقى إيش قال، إلا دي بقى التفصيل الذي فيها. لكن هو الأصل الأصيل وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. فمن خيانة الله وخيانة الرسول هو عدم نصرة أهل الإيمان وأهل الإسلام. وهذه تتأتى لك الذي يكون من أهل السنة، لا تنصره، مع أن أهل البدعة يهجمون عليه وأنت تسيبه فرحان. يعني تعرف سكوتك فقط، سكوتك فقط خذلان. تتذكرون لما كانت الحملة الشعواء علينا، اتحد أهل الكسب مع أهل المتعة، تذكرون ما تذكرون، والصفية معهم اخواننا بتوع اهل السنة والجماعة اللي هم يقولك احنا بنتحزب من اجل ان ننشر الشرع، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا دين الله؟ اليس هذا خزلان؟ لما يعلمون ان اهل البدع
يعني عليك هجوم شديد، هم من جوه يا رب سقطوا، يا رب مشي، يا رب موته، يا رب. فما لو ما لو ما نصرك بكلمة هذا خير لله ولرسوله، لكنهم لا يفقهون. والحمد لله ولله المنة، كان يستع الله يجعلني استع مع ان ذنوبي بلغت عن السماء، استحضر ذلك في قلبي، ما من شيخ من سنة وما من احد صغير ولا كبير احد يتكلم علي اخرج انا وارد. قالوا ايش انت، انت يعني انت عامل نفسك حامل حملة؟ قلت لست كذلك، ولكن ان لم انصرهم خذلتهم، وان خذلتهم خذلت الدين. ده نوع خذلان دين. عشان انا بقول كده، انت زعمت انك تريد تطبق شرع وترى اهل البدعه يهجمون على رجل انت تعلم انه من اهل السنه وتتركه في هذا الباب، ما اربك بقى، ما كانت ما اربك ما يهمك، لكن انت خاذل للدين. ومن ذلك ان تصد عنه، مش تصد عنه تذب، تصد عنه من السماع له، السماع له. وده اللي بيحصل الان بين اهل السنه واهل السنه، يريدون الصد عنه، وهذه مشكلة كبيرة، مشكلة من أكبر ما تكون. الصد عنه، والصد عنه هذه معناها أنه يحارب الله ضمنا، يحارب الله ضمنا. لذلك قلنا أعظم الخيانة خيانة الدين. وهذا هذا إذا اكتملت الأربعة، هذه الثالثة، الرابعة إذا خاصم فجر، أعوذ بالله. هذه نراها، من كان معنا فهو، من كان معنا فهو حبيبنا، ومن كان ضدنا أو خالفنا فهو عدونا. من خاصم فجر، يعني يبحث لك عن، يريد أن يقتلك، يسقطك علميا، وجد نفسه ضعيف ما يستطيعش، يسقطك وجاهة، يسقط مكانتك، يتكلم في شخصك، في عرضك، في كل شيء، فحتى في النواقص التي فيك، حتى في الزلات اللي بتقع فيها. إذا خاصم فجر، هذه ليست ديانة، هذه ليست ديانة. فمن امتلأ قلبه بالأربعة انتقل النفاق من الظاهر إلى الباطن، على وشك انتقال النفاق من الظاهر إلى الباطن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في خصلة من خصال النفاق حتى يدعها.